إخواني أخواتي، السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء، بمناسبة السنة الجديدة أتمنى لكم كل الخير والبركات والصحة والعافية إن شاء الله. أما بعد، اليوم غادي نتكلم بإذن الله على تقنية أمبي، التقنية الدفاعية والهجومية كذلك أمبي وأخواتها أو عائلتها أو ما يدور في فلكها. إذن على بركة الله نبدأ بالصور. هنا عندنا تشودان أمبي أوكي. على حسب صاحب هذه الصور التقنية، هذه هي أمبي أوكي، أي الدفاع بالمرفق، لأن أمبي هي المرفق لو كود. ولكن فيما بعد غادي نشوفوا بأنه هذه التقنية راه عندها واحد الاسم آخر. ندوزو الفيديو الأول التوضيحي مع الأستاذ مارتين ميانا من إسبانيا الدرجة السابعة. Soy Fernando Martín Millana, séptimo dan de la Real Federación Española de Karate y os voy a guiar por el apasionante mundo del karate. Nino Udeuke. إذن هنا تسميها هو Nino Udeuke. De zona media, realizada con la zona próxima al codo flexionado o semiflexionado. وهي كذلك es importante. Hiji Uke. De girar el tronco. ونراها من طبيعة الحال في الكاتا هي الصندان بحيث كتعاود ثلاث مرات في ثلاث خطوات، وهي في هذه الحالة دفاع أبي أوكي كما تشاهدون. الأستاذ جون والكير الدرجة السابعة تلميذ لكانزاوا كيشرح هيجي أوكي أو أمبي أوكي كما في الكاتا هي الصندل. كيكون واحد لاتاك من ناحية الشودان كي يتعرض لها ب أمبي أوكي أو هيجي أوكي. هنا كنشوفو يوكو أمبي أي إلى الجانب. يوكو أمبي هنايا ما هيش دفاع وإنما هجوم، ولهذا غادي نسميوها يوكو أمبي أوشي. طريقة أخرى للدفاع بأمبي مع الأستاذ هنريك أستن من الدنمارك الدرجة الخامسة. هنا أوتوشي أمبي أوكي، التقنية ديال أوتوشي العادية من غير أمبي راها كنضربو بالذراع من الجهة الخارجية بالذراع، أما هنا فتنضربو ب المرفق أمبي. هنا نقدر نسميوها أمبي أوكي أو أمبي أوشي على حسب الاستعمال ديالها. غادي نشوفو فيما بعد الاستعمال ديالها كأمبي أوشي يعني كهجوم. مع نفس الأستاذ غادي نشوفو يوكو أمبي أوشي ملي تنستعملوها في الجانب راها كتكون بنية الهجوم وليس الدفاع. إذن يوكو أمبي أوشي هجوم إلى الجانب بالمرفق.
Non, pas du tout. Peut-être le fait aguer un peu. Martial Là, arts, loco, Gundam, un Tiger, peu. Sun. The step forward. More frames in Zenkutsudachi and take Kibodachi stance. The advantage here is the longer way Ustad Master D min Bulgaria. Shortens quickly and the entry is D. Eden MP في كذلك AG MP يعني نحو الأعلى جردان وهنا غادا تكون من طبيعة الحال هجوم وغادي نسميوها AG MP AG MP وشي ومعها يوكو أمبي أوشي هنا غادي ندوزو لبعض التطبيقات غادي نشوفو أمبي أوكي ومعها أوشيرو ماواشي أمبي أوشي هنا أمبي أوكي وتتبعها أوشيرو ماواشي أمبي أوشي الأولى دفاع والثانية هجوم بدوران على الظهر أوشيرو أمبي أوشي أوشيرو ماواشي يعني دائرية أمبي أوشي إذن عندنا هنا جوج ديال التقنيات أمبي أوكي كدفاع وأوشيرو ماواشي أمبي أوشي كهجوم نشوفوا هنا التطبيق ديال اوتوشي ام بي اوكي مع الاستاذ كريستيان كيل الدرجه السادسه اذا لاحظوا كان دفاع في الاول وصدق هجوم باوتوشي اوكي باوتوشي اوشي الى حسبناها كهجوم على رجل الخصم هنا او كدفاع فقط اذن اوتوشي امبي اوكي نحسبها هنايا كدفاع وهنا فوق اكي امبي اكي امبي اوشي اكي امبي اوشي كهجوم هاد اللقطات من هاد الفيديو غادي نشوفو تقريبا كاع الانواع ديال امبي غادي يقومو بها في هاد الكيهان اذا الخمسة ماي ام بي هنايا وهي كما تلاحظوا راها اكي ام بي اوشي هنا اوشيرو ام بي اوشي يوكو ام بي اوشي ماواشي ام بي اوشي واوتوشي اوكي تقدروا ترجعوا لصندوق الوصف باش تشوفوا هاد التمارين ديال الكيهون وتقدروا يعني تستغلوه في التمارينات بالنسبة للطلبة والتلاميذ ديالكم غنشوفوا هنايا مع الأستاذ ميهياز من تركيا غادي يقدم لنا أجي أم بي يوكو أم بي ماي أم بي أي إلى الأمام وأوشيرو أم بي إذن هذه أجي أم بي أوشي كهجوم يوكو أم بي أوشي ماواشي أم بي أوشي وأوشيرو أم بي أوشي واحد جوج ثلاثة
وضع الفيديو في صندوق الوصف، يمكنكم استغلاله بتمرينات مماثلة في القاعة. هنا هذا الفيديو هذا استسمح ما غاديش نقدمه، لانه هذا لو سيت هذا الموقع راه مؤدى عنه بيون. رانا كنت حطيت هذا الفيديو في صفحة الفيسبوك النظريات في الكاراتيدو شوتوكان، وهي صفحة الفيسبوك ديال هذه القناة، راه حطيته تما باش تشوفوه في أي وقت، وكذلك غنحطو في صندوق الوصف. ما خصنا صداع مع صاحب هذا الفيديو هذا، بما أنه القناة يعني هذا الموقع مؤدى عنه، ففي الغالب غادي يحتج، ولذلك ما غاديش نحطو في هذا الفيديو، ولكن غادي نكتفي بصديقي الأستاذ برونو بوندولي، اللي هو عطينا الحق باش نستعمل الفيديو ديالو، ولذلك غادي نشوفوه كيأدي خمسة ديال الأنواع ديال تقنيات أمبي. إذا هو غادي يقوم بهاد التقنيات باسترسال مسترسلة. غيدير مرة على اليمين ومرة على اليسار. Alors, on va commencer. On avance. Je donne à Guy MP. Je donne à Guy MP. Et donc, je donne à Guy MP aussi. Je prends le bras devant. Et là, je pense en Kibadashi. Kibadashi. Et je fais Mawashi. Mawashi MP aussi, Kahoujou. Ensuite, sur place, je fais Yoko MP. Donc, le bras qui vient de faire Mawashi. دائما كيباداشي يوكو امبي اوشي فراب بار لابا جو لانس دونك ان بو كوم كاروجو كوم بور فير اوراكان او تيتسوي سي كونتراكسيون نيفو دو دو بلام اي جو ليس بارتير سوف كو لا با جو ديرول با لورا هادي لا غدير اوراكان ولكن ما تطولش ديرها كتخليه مطوي جو ريبار دو لوت كوتي جو مرابروشي ها فو مي فويي ميو جو ريبار دو لوت كوتي اي باراي دالونس زين كوتسوداشي. إذن هذا الفيديو حتى هو راه غادي نحطو لكم في صندوق الوصف. وهذا التمارين اللي كيقوم به الأستاذ برينو أنا بنفسي درته عدة مرات في التمارينات ديالي في القاعة، ودرته حتى درته في بعض الحصص ديال التدريس فيما كيكون شي فرصة كيسمحوا لي الأساتذة باش نقوم حتى أنا بالتدريس كذلك. وهذه تجربة مفيدة جدا. إذا قمت بهذا التمرين هذا وكان صداه مستحسن، وحتى بعض الأساتذة ديالي منهم السي بوعز الزهراوي زاد عليه تقنيات الرجل وأضافت إليه صبغة جيدة ومفيدة. بالمناسبة كنحيي الأساتذة ديالي الثلاثة، السي عبد المجيد بوقطب، والسي بوعزة الزهراوي، والسي عبد المجيد بجدي. شكرا لكم على ما قمتم به نحوي في تدريبي رغم كبار سني. إذن احنا شلنا تقريبا كاع الأنواع ديال هاد التقنية ديال الأمبي، عليها سميناها أمبي وأخواتها. وهنا ينتهي هذا العرض هذا، وإلى فرصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.